بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل ريفيجن سريعة كده على منهج الاستراكشر بتاعنا بمثالين. مثال بالانفلونس لاين بتاع البيم بطريقة الشال والمتشال اللي انتوا سألتوني عليها، ومثال تاني على تانك سيركلر، وهنشتغل عليه بقى كل حاجة من أول بروبرتس اوف سيكشن لغاية الاسترينينج اكشنز لغاية كمان رسم النورمال ستريسز. هنبدأ مع بعض كده. أول مثال اللي هو الانفلونس لاين. دلوقتي أنا عندي كومباوند بيم بالمنظر ده، كاميرا كبيرة متكونة من 4 سبورت وعندي 3 انترميديت هنج. طبعا دي كاميرا ضخمة شوية، بنقول دايما الكاميرا دي بتبقى موجودة في الكباري، ممكن تكون أكبر من كده كمان، ف بنشوفها في الكباري بعد كده مش هنشوفها خالص في المنشآت العادية زي المباني يعني. طيب في طريقتين في حل الانفلونس لاين للكومباوند بيمز. في طريقة انا شرحتها في الفيديوهات القديمة، ارجع لها برضه هنزلها لكم مع الفيديو ده، اللي هي طريقة من غير شايل ومتشال ولا اي حاجة. الطريقة التانية اللي هي هشرحها دلوقتي فكرة الشايل والمتشال. طيب هي الفكرة كلها ان انا الكاميرا دي شايلة نفسها ازاي او الاستاتيكال سيستم بتاعها عامل ازاي. الفكرة كلها ان لازم الاجزاء المفصولة تكون ستيبل. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاي بي ده جزء الاي بي ده جزء كانتريفر. هتقول لي يا باشمهندس ما في ايه؟ في انترميديت هنج. اقول لك لا، ما انا دلوقتي فصلت. انا بقول ان دايما اي تو انترميديت هنج بيبقوا متشالين على حاجة. اي تو انترميديت هنج بيبقوا ايه؟ متشالين على حاجة. طيب فبقول لك ان البي سي الجزء البي سي ده متشال، تمام؟ حتى في الخرسانة بعد كده هتعرفوا ان هي اسمها ايه؟ اسمها فلوتينج باي. فلوتينج باي يعني باكية طافية او متشالة يعني. طيب الجزء اللي شايلها او هي متشالة على ايه؟ خلينا كده نجيب الهايلايتر بتاعنا. انا بقول لك ان انا دلوقتي الجزء المتشال ده هيعمل رياكشن هنا كده ورياكشن هنا كده اكنه سامبل بيم عادي جدا. الرياكشنز دي هتتقلب على ايه؟ هتتقلب على الجزء اللي شايل ده، تمام كده؟ يبقى الجزء المتشال اللي هي الباكيه السيمبل دي متشال على ايه؟ الرياكشن ده هيتقلب هنا على الجزء الكانتيليفر ده، والرياكشن من هنا هيتقلب على الجزء برضو الايه؟ اللي هو سيمبل وزدو وزدو كانتيليفر. طيب يبقى الجزء المتشال ده تاني هو سيمبل بيم زي ما انتم شايفين، ممكن يتعمل كده او ممكن يتعمل بالمنظر ده عادي جدا، ده ستاتيكال سيستم مش مشكله، تمام؟ سيمبل الرياكشنز بتوعه هيتقلبوا على الجزء ده والجزء ده. طيب جميل. لازم او ملحوظة، لازم الاجزاء المفصولة تكون استيبل. يعني ايه استيبل يا باشمهندس؟ يعني انا اول ما احمل الجزء المتشال ده على الجزء الشايل ما يقعش بيه. طب خلينا نشوف الكلام ده موجود ولا لا. الجزء الكانتليفر ده هل هو استيبل ولا لا؟ طب احنا هنعرف منين يا باشمهندس ان هي ستيبل ولا لا؟ دلوقتي انا لو عندي الجزء اللي شايل اللي هو الكانتليفر ده، لو عندي كان مرسوم بالمنظر ده، يعني الجزء اللي هو السبورت ايه ده مش فيكسد، لا يا عم ده هنجد، تمام؟ جميل. ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ انا بقول لك ان هو ايه؟ ان ستيبل. ليه يا باشمهندس؟ خلي بالك ان المومنت عند السبورت ده بصفر، يعني رياكشن مومنت عند السبورت الهنجد بصفر. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا الهنجد سبورت بيسمح بالدوران. يعني الممبر ده اول ما اسيبه كده، اول ما اعمل الممبر ده كانشاء بنشئه اهو، هو كاميرا كانتريفر بس السبورت بتاعها هنجد. اول ما اعمله هلاقي الجزء ده كده بيدور معايا، عمل كده، يعني الجزء ده كده وقع كده، ده كده انستيبل. ليه؟ انت بتعمل المنشأ واول ما تعمله يقع،
طبعا ده مش شغل مهندسين. تمام؟ يبقى ده كده ايه؟ انستيبل. طب هل ده ستيبل؟ هقول لك اه طبعا. هو مش سبورت ده بيبقى عنده رياكشن مومنت هنا كده؟ يعني ايه رياكشن مومنت؟ يعني لا يسمح بالدوران. يعني لا يسمح بالدوران يعني ايه؟ يعني الجزء ده كده اول ما تحطه لا يا عم مش هيلف معاك زي ده. هيعمل بس ايه؟ اول ما تحط الرياكشن ده كده هيعمل معاك مومنت. حاجه بالمنظر ده. مثلا يعني. تمام؟ ده كده ايه؟ ستيبل. خلاص يبقى ده ستيبل تمام. طيب خلينا نشوف الجزء ده. انا بقول لك لازم الاجزاء المفصوله ايه؟ تكون ستيبل، يعني كل جزء من الاجزاء تبقى ستيبل. طيب هل ده ستيبل؟ اه عادي مفيش مشكله، هو سيمبل بيم هنجد هنجد خلاص يبقى ايه؟ يبقى ستيبل. طيب الجزء ده ستيبل لا؟ اه ستيبل. تمام. الجزء ده هتقول لي ايه ده يا باشمهندس؟ ادي هنج وادي رولر، اه ستيبل ولا لا؟ طبعا ستيبل، مش انا عندي ده واي وهنا كان في اكس واي ثلاث ايه؟ ثلاثة ايكويشن، ثلاثة ايكويشن عندي ما تنساش اللي هم ايه؟ اكس وواي ومومنت، وعندي كام انون؟ ثلاثة انون اللي هم ايه؟ اللي هو واي ده واكس وواي، ده بيساوي ده يبقى الحتة دي ايه؟ ستيبل. جميل. تاني ملحوظة، لازم الجزء المتشال يكون فوق الجزء الشايل، اه طبعا منطقي. هو مين اللي شايل؟ الراجل ده، يبقى هو اللي بيشيل الجزء اللي فوق ده اللي هو متشال يعني. يبقى لازم الجزء المتشال يكون فوق الجزء الايه؟ الشايل، طبعا ده منطقي قوي. طيب، طريقة حل بقى الانفلونس لاين، طبعا انا بعدت شوية عن موضوع الانفلونس لاين بس بكلمك يعني ايه ستيبل. طبعا ده أهم بكتير جدا. لازم تكون فاهم استراكشر مش حافظ. ففكرة ستيبل هي الفكرة كلها، بتشوف عدد المعادلات وعدد المجاهيل ولو بيساووا بعض يبقى هما ايه؟ يبقى هما ديتيرمنت. وهو لو لقيت ان مفيش حاجة بتسمح بالدوران زي دي مثلا كده، ده كده ما بيسمحش بالدوران فهو ستيبل. هو هنا كده بيسمح بالدوران مفيش حاجة تانية ممكن تقلب الدوران ده او تعكسه، يبقى هو ان ايه؟ انستيبل. طيب خطوات بقى حل الانفلونس لاين بتاع الكومباوند بي بطريقة الشال والمتشال. طيب رقم واحد، افصل الكاميرا لشال ومتشال، اهو اديني فصلتها فوق اهو. رقم اتنين، ارسم انفلونس لاين رياكشنز لكل من الشال والمتشال. يعني ايه؟ يعني امسك كل جزء كده من اللي انت فصلته ده ارسم له انفلونس لاين رياكشن. ها فاكر الانفلونس لاين رياكشن ولا لا؟ فاكر كده لما انا عندي حاجه بالمنظر ده مثلا هنجد رولر مثلا، بعمل ايه؟ بحط الواحد طن فوق اهو، وبعدين اول ما يجي على السبورت ده ارسم له واحد فوق، واحد عند الايه؟ عند السبورت ده، وزيرو عند السبورت ده، واوصل مثلث. وبعدين اول ما الواحد طن ده يمشي 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 لغايه ما يجي عند السبورت ده هيعمل واحد طن هنا وزيرو هنا. خلاص كده؟ يبقى احنا هنرسم ايه؟ انفلونس لاين رياكشن لكل من الشايل والمتشال. تمام. يبقى انا عملت دي وعملت دي، ماشي. رقم ثلاثة انا بعتبرها ملحوظة قوي مش خطوة حل، بقول لك ان لازم دياجرام اي كاميرا يكمل على الكاميرات اللي فوقها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الجزء ده اللي هو سيمبل ويز دبل كانتليفر ده رسمت له الانفلونس لاين بتاعه اللي هو مثلا يبقى شكله عامل ازاي؟ حط واحد طن هنا كده خلاص، وبعدين نوصل بزيرو اهو، ادي اول انفلونس لاين. وبعدين هرسم عليها معلش نفس الانفلونس لاين بتاع الرياكشن الثاني اللي هو اكني واحد طن هنا كده وبعدين زيرو خلاص، وبعدين نكمل جزء الكانتريفر. طبعا ده تو انفلونس لاين رسموا على بعض بس ما تتخضش. طيب بيقول لك بقى لازم الدياجرام بتاع اي كاميرا يكمل على الكاميرات اللي فوقها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا رسمت اول انفلونس لاين دياجرام اللي هو ده اللي هو بتاع السبورت ده، لازم اول ما يجي هنا كده عند الانترميديت انج اللي كانت هنا دي يكمل عليها لغايه ما يوصل للزيرو ده، لغايه ما يوصل كده بالزيرو. طبعا ده خط. تمام كده؟ هنشوفها دلوقتي مع المثال، فما تتخضش ركز بس معايا في المثال هيبان يعني ايه لازم ده اي دياجرام اي كاميرا يكمل على الكاميرات اللي ايه؟ اللي فوق. طيب نخش في مثال، وقبل بس ما نخش على مثال نشوف بس الاول ايه؟ ازاي برسم انفلونس رياكشن والحاجات اللي لازم تحفظها وتفتكرها معايا. ادي الفصلات اللي انا كنت فاصلها، كانتليفر وسيمبل، وانا عندي سيمبل وز دبل كانتليفر، وادي ايه؟ سيمبل. لازم تكون حافظ الموضوع ده، اي كانتليفر في الدنيا الانفلونس لاين بتاعه
بتاع الرياكشن بيبقى مستطيل بالمنظر ده. ليه يا باشمهندس؟ انا عندي 1 طن هنا وقفتها، هيجيب لك الرياكشن ده ايه؟ 1 طن. طب ال 1 طن دي لو فضلت تمشي كده على كامل طول الكاميرا ووصلت مثلا لغايه اخر ايه؟ لغايه اخر الكاميرا، يبقى الرياكشن ده بكام؟ برده ب 1 طن. فعشان كده الايه؟ انفلونس لاين رياكشن بيبقى مستطيل. الكلام ده طبعا انا قلته في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب الانفلونس لاين مومنت ازاي؟ لما ال 1 طن تبقى واقفه هنا كده عند السبورت، هل في مومنت؟ يعني ايه هل في مومنت؟ يعني السبورت هنا كده، المومنت ده لما ال 1 طن يبقى واقف عند السبورت، ال 1 طن المفروض تتضرب في مسافه، هل في مسافه بعد عن السبورت؟ مفيش، ما هي اصلا ال 1 طن عند السبورت، يبقى المومنت بزيرو. صح كده؟ تمام. طبعا الرسمه دي ايه؟ غلط، انعكستها. خلاص؟ هي المفروض تكون ازاي؟ هقول لك دلوقتي. يبقى المومنت عند ايه لما الواحد طن تبقى عند الايه؟ هنا بزيرو اهي. خلاص؟ طيب لما يكون الواحد طن عند ايه؟ عند بي، هل في مومنت عند ايه؟ اه طبعا، الواحد طن تضرب في مسافتها تجيب لك ايه؟ تجيب لك مومنت اللي هو قيمته ايه؟ 1 طن في المسافه، وبعدين اوصل وقف المثلث. فطبعا الجزء اللي فوق ده انا كنت رسمه غلط، سوري. تمام، يبقى كده رسمه الانفلونس لاين مومنت طبعا ده حفظ ماشي. دلوقتي السيمبل بيم زي ما قلنا بقى، حط 1 طن عند اول سبورت وبعدين تاني زيرو وهكذا للانفلونس لاين التاني. يعني ده مثلا انفلونس لاين للايه؟ للواي بي، اكن يعني ايه؟ هنا كده في رياكشن ايه؟ بي واي بي، وهنا واي سي وهكذا. طيب هنا نفس الكلام، اللي هو احط 1 طن هنا وزيرو واوصل، 1 طن هنا وزيرو واوصل. طبعا الكلام بقوله بسرعه لان الكلام ده قديم. طبعا ده سيمبل بيم زي الايه؟ البي سي. نخش بقى في المثال بتاعنا اللي عايز اشرحه بطريقه الشايل والمتشال. ادي الرسمه بتاعتك، عندك 3 سبورت وعندك 1 انترميديت هنج اهي. المسافات زي ما انت شايف، عندي 4 سكاشن مطلوب عندهم انفلونس لاين شير ومومنت. خد بالك المسألة دي أنا كنت حللها قبل كده في فيديو من غير طبعا الطريقة بتاع الشايل والمتشايل. لو أنت مش عاجبك يعني الطريقة دي ممكن تشوفها أو تشوف الفيديو بتاع الإنفلونس لاين اللي كان فيه انترميديت هنج. تمام؟ ماشي. دلوقتي أنا هشرح إيه فكرة الشايل والمتشايل تاني على المثال ده. توضيح بس لفكرة الفصل أهي، أنا عندي الانترميديت هنج أهي، بقى الجزء ده كده سيمبل لوحده متشال على الجزء ده اللي هو بقى سيمبل وسكانتليفر. هل الجزء ده ستيبل؟ اه طبعا ستيبل. طب هل الجزء ده ستيبل؟ اه طبعا ستيبل. جميل جدا. يبقى اول حاجه او اول خطوه حل فصل المساله الى شايل ومتشال. رقم 2 انفلونس لاين رياكشن، ودي المفروض تكون انت عارفها. ستيب 1 دايما في اي مساله انفلونس لاين، درو انفلونس لاين رياكشنز. اهو كنت بعمل ايه؟ عشان اجيب مثلا واي اي احط 1 طن عند سبورت اي، زيرو عند سبورت بي، زيرو عند سبورت سي. ده المفروض في العادي. خليك دلوقتي احنا بنرسم على الشايل لوحده والمتشال لوحده. بنرسم على الشايل لوحده ومتشال لوحده. هرسم على الشايل احط 1 طن عند واي اي وزيرو عند بي واوصل. اهو ده انا عملت كده، ادي 1 طن وبعدين زيرو هنا ووصلت، وبعدين نكمل لغايه اخر الكنتريفر اللي هي هنا دي. ماشي؟ خد بالك انا مبين لك اللون الاحمر ده اللي هو الجزء بتاع ايه؟ الكاميرا المتشال. يعني اي خط انا رسمه كده بالاحمر بيبين لك يعني انا رسمت الانفلونس لاين المتشال لوحده. ماشي؟ يبقى الجزء ده كده انا رسمته، عرفت بيترسم ازاي. طيب ملحوظه رقم 3 اللي انا كنت بقول لك خليها دلوقتي، اللي هي دي، لازم دياجرام اي كاميرا يكمل على الكاميرات اللي فوقها. ازاي بقى؟ اهو دلوقتي انا وصلت للجزء ده كده من رسمه الانفلونس لاين على الجزء الشايل، حطيت 1 طن وزيرو عند سبورت بي ووصلت، وصلت لغايه الكنتليفر هنا ووقفت. الملحوظه بتقول لك لازم الدياجرام يكمل. يكمل ازاي بقى؟ يكمل أي يعني يوصل لاقرب سبورت. اوصل اخر نقطه انا وصلت لها باقرب سبورت، يعني ايه؟ يعني دي اوصلها بالسبورت بس كده. ادي الخط الاحمر اللي انا رسمته ده. سهله ولا صعبه؟ نشوفها تاني في الانفلونس لاين واي بي. ها الجزء الشايل احط 1 طن عند البي اهو، واوصل زيرو عند الام عند الايه؟ عند السبورت ايه، وبعدين اكمل الكنتريفر اللي هو هنا كده. تمام؟ اللي هو
واحد واربعة من عشرة ده، ده كده الجزء اللي هو عند الكانتليفر، الجزء ده كده كله هو الشايل. وبعدين لاحظ تاني، لازم اوصل الدياجرام واقفله عند السبورت، لاقرب سبورت، يبقى اوصل واحد واربعة من عشرة للايه؟ للسبورت، الخط الاحمر ده. طيب جميل، الانفلونس 9 واي سي نفس الكلام، الجزء اللي شايل هحط الواحد طن فين؟ باشمهندس انا خلاص خلصت واي بي واي ايه، يبقى مش هحط واحد طن اصلا هنا، هحط واحد طن فين؟ على السبورت سي، يبقى واحد طن عند السبورت سي تمام كده، وبعدين اوصل لغايه ما اخلص الجزء بتاعي. ما هو الجزء بتاعي اصلا هو ايه؟ سيمبل بيم، فانا بحط واحد طن هنا كده وزيرو عند السبورت التاني، بس كده، هو ده اللي انا عملته هنا. يبقى اول ملحوظه، وهي دي تقريبا الملحوظه بتاعتك، او الفرق بين الشال ومتشال والطريقه العاديه من غير الشال ومتشال، ان انا ازاي اعرف ارسم انفلونس لاين رياكشن. هي دي طريقه رسم الانفلونس لاين رياكشن، فهمتها؟ يبقى خلاص كده تعرف تخلص اي حاجه بعد كده، وتعرف ترسم اي انفلونس لاين فور سيكشنز اللي هي شير ومومنت. يبقى انا هقول تاني ازاي بعمل فصل. بفصل الكاميرا لاجزاء شال ومتشال، لازم تكون ستيبل، هرسم على كل جزء لوحده انفلونس لاين، واوصل اخر الدياجرام باخر سبورت او باقرب سبورت ليه. هو ده اللي انا عملته في الثلاثه انفلونس لاين دول. بعد كده بقى الموضوع يبقى سهل جدا، ازاي ارسم انفلونس لاين فور سيكشنز. مثلا ناخد سيكشن ان الاول، كيو ان ومومنت ان. طيب فين سيكشن ان يا عم؟ سيكشن ان هنا كده، هو ده كده سيكشن ان. يبقى زي ما افتكر بقى كنت بعمل ايه؟ امشي الواحد طن، امشي الواحد طن من هنا لغايه السيكشن، واحسب من الجزء ده، هو ده اللي انا عملته بالظبط. نرجع كده للكاميرا، واحد طن من هنا لغايه هنا، لغايه سيكشن ان اللي انا بحسب عنده اصلا، واحسب رياكشن للجزء ده. طيب رياكشن للجزء ده اللي هو ايه؟ واي بي واي سي، بس خد بالك ان هما يمين وطالع يعني سالب. هو ده اللي انا عملته بالظبط هنا، ماينس واي بي ماينس واي سي. طبعا الكلام اللي انا بعمله تحت ده بيسهل عليك جدا عشان ما تنساش. فانت خد بالك كده في الامتحان ان شاء الله، ارسم الكاميرا زي ما انا راسم كده، وارسم تحتها الابعاد بتاعتك او الحاجات اللي انت هتستخدمها في الجزء بتاعها. يعني من هنا لغايه سيكشن ان انا استخدمت ماينس واي بي ماينس واي سي، وهقول لك ازاي دلوقتي. طيب لغايه من اول سيكشن ان لغايه الكانتليفر اللي هو هنا كده، اللي هو الجزء الشايل يعني اللي هو هنا كده، صح كده؟ كنت بعمل ايه بقى؟ بقول لك الجزء ده كده الواحد طن هيمشي عليه، يبقى انا هحسب الناحيه الثانيه اللي هي ديت. ايه الناحيه الثانيه؟ انفلونس لاين بتاعها باخده بين واي ايه، صح كده ولا ايه؟ مش انا دلوقتي امشي الواحد طن من هنا لغايه الكانتليفر، تمام؟ يبقى الرياكشن من هنا ايه؟ مفيش الا واي ايه بس عندك، يبقى الحته دي هتستخدم فيها واي ايه. جميل جدا. طيب الجزء الثاني، الجزء الثاني بسميه كاميرا متشاله كده، وهعرف اعملها ايه ازاي دلوقتي. طيب جميل، الحته دي ماينس واي بي ماينس واي سي، يبقى انا اخش على الانفلونس لاين بتاع واي بي والانفلونس لاين بتاع واي سي، واضربهم في نيجاتيف واجمعهم وارسمهم. هو ده اللي عملته بالظبط، دخلت على الانفلونس لاين واي بي، جبت الجزء اللي عند سيكشن ان كان ب 8 من 10 زي ما انت شايف، ضربته في ماينس، نزلت تحت ما لقيتش اي حاجه في الواي سي، يبقى انا هحط ماينس واي بي بس اللي هو كان كام؟ 8 من 10. طيب الحته بتاعت بقى من اول سيكشن ان لغايه الكانتليفر، المفروض احط ايه؟ احط واي اي بالموجب، يبقى اخش على الانفلونس لاين بتاع واي اي، اخد الجزء ده كده من اول هنا، من اول سيكشن ان يعني لغايه الكانتليفر اللي هو ده كده، وارسمه زي ما هو بالموجب، يبقى بوينت 2 لغايه بوينت 4 هنا كده، يبقى القيمه دي المفروض تكون بوينت 4. جميل جدا. لاحظ معايا، لازم اي دياجرام يقفل على الكاميرا المتشاله، يعني اوصل اخر نقطه انا وصلت لها باقرب سبورت. هو ده اللي انا عملته بالظبط هنا. فهمت ازاي برسم الحته بتاعت الكاميرا المتشاله؟ جميل. وهكذا للمومنت ان، وقفت عند سيكشن ان، مشيت الواحد طن قبله وحسبت من بعده. يعني نرجع للمساله، مشيت الواحد طن هنا كده في الجزء ده تمام، بعدين حسبت من هنا كده، هيديني مسافه 1 متر في واي بي زائد واي سي في المسافه دي كلها اللي هي كام بقى؟ 4 5 المفروض كام؟ 7. يبقى 7 واي سي زائد واي بي في الجزء، هرسمه في الجزء ده. تاني بقول لك ارسم الخط اللي تحت ده، وباين لنفسك انت هترسم ايه عشان ما تنساش. طيب جميل جدا. طيب يبقى الجزء اللي هو
هنا ده كده يضرب واي بي في 1 يخش على الانفلونس لاين بتاع واي بي اللي هو ايه 0.8، تضربه في 1 ينزل 0.8 زي ما هو بالبوزيتيف، هو ده اللي حصل هنا. وبعدين الجزء من هنا كده ماشي 1 طن من بعد ان لغايه الكانتليفر اللي هو الجزء الشالي، يعني بخلصه سيكشن ان من اول هنا كده لغايه الكانتليفر امشي 1 طن، وبعدين احسب واي اي في مسافه اللي هي لغايه سيكشن ان يعني 4 واي اي، هو ده اللي انا عملته اهو. هخش في انفلونس لاين واي اي اهو، اضرب القيمه دي في 4 تبقى ايه 0.8، وبعدين 4.4 اضربها في 4 تطلع 1.6. طيب جميل. وبعد كده لاحظ معايا بوصل لغايه اخر نقطه، وبعدين اوصل الدياجرام لغايه ايه لغايه اقرب سبورت، هو ده اللي انا عملته هنا كده في الجزء بتاع الكاميرا المتشال. وهكذا بقى ليه الشير بتاع نقطه بي والشير والمومنت بتاع نقطه بي برضو هشرحها برضو عشان اللي مركزش معايا. عندي سيكشن بي همشي الواحد طن من غايه من اول سبورت A لغايه سبورت او سيكشن بي، وبعدين احسب من الناحيه الثانيه يطلع ايه ماينس واي سي. طبعا هي الجزء بتاع الواي سي بتاعك سوري ماينس واي بي ماينس واي بي. تمام، خش في الواي بي بتاعتك اللي هي عند سيكشن بي اللي هو ده سيكشن بي، يبقى اللي هو 1 طن تاخده زي ما هو بالماينس وتنزله يطلع 1 طن بالمنظر ده ماينس. وبعد كده ايه بعد كده تمشي ال 1 طن من عند سيكشن بي لغايه اخر الكانتليفر، وتحسب من الناحيه الثانيه تطلع واي اي وهتنزلها، وبعدين توصل لغايه اخر نقطه هنا وتوصل لغايه اقرب سبورت، وهكذا في المومنت 5 واي سي دي في الجزء ده. خد بالك ان واي سي اصلا في الجزء ده ما كانش فيه اي حاجه، كان هنا صفر، فعشان كده لو لاحظت معايا انا راسم هنا ايه صفر، ما فيش اي حاجه راسم لغايه سيكشن بي. ما بعد سيكشن بي من عند بي لغايه اخر الكانتليفر يبقى الواي اي اللي هي كانت هنا كده تتضرب في مسافة بتاعتها كانت 5 متر، يبقى 5 واي اي. اخش في الانفلونس لاين بتاع واي اي الاقي القيمه اللي هنا كده كانت 0.4، 0.4 تضربها في 5 تطلع 2، اوصل لغايه النقطه دي كده، وبعدين اوصل لاقرب سبورت اللي هي الكاميرا متشال. بعد كده كان طالب كمان سيكشن ام وسيكشن اس، فانا حليت كمان سيكشن اس بالمنظر ده كده. لو انا مشيت الواحد طن من قبل سيكشن اس من اول هنا كده لغايه سيكشن اس هنا، هلاقي اني هحسب من الناحيه دي يعني واي سي، وطبعا هنا لغايه الجزء ده ما كانش لسه فيه برضو انفلونس لاين واي سي زي ما انت شايف هو بزيرو، فانا برضو رسمته مش موجود اهو بصفر. وبعدين من عند سيكشن اس لغايه اخر كانتليفر اللي هي الحته دي المفروض ارسم فيها ايه؟ المفروض ارسم فيها واي اي اللي هي كانت هنا، واي بي اللي هي كانت هنا، وخد بالك ان هم بوزيتيف لان هم شمال وطالع. وبعدين اخش في الانفلونس لاين بتاع واي اي احطه بالبوزيتيف، والواي بي برده نفس الكلام هيطلع بالمنظر ده. وبعدين خد بالك وصلت لغايه اخر النقطه دي كده، وبعدين ايه اوصل لغايه اقرب سبورت عندي، ده جزء الكاميرا المتشال. وهكذا في المومنت يطلع هنا 1 متر طن. خد بالك بقى دي الملحوظه اللي انا عايز اقولها، عند سيكشن ام خد بالك فين سيكشن ام ده؟ سيكشن ام اهو، خد بالك ان هو فين؟ على الجزء المتشال. اي سيكشن يا باشمهندس اي سيكشن تلاقيه موجود على الجزء المتشال، اعرف ان انت هترسم من بره كده انفلونس لاين للجزء المتشال لوحده. تاني، اي سيكشن يبقى موجود على الجزء المتشال لوحده كده لازم ترسم انت بره، تطلع الحته المتشاله بره ترسم لها انفلونس لاين بتاع واي اي سوري واي سي اللي هو هنا ده، وكمان انفلونس لاين للرياكشن اللي هو المفروض يكون هنا، انا سميته واي ورسمته بالمنظر ده. تمام، هو سهل طبعا، هو سيمبل بيم فانا رسمتها بسهوله جدا. وبعد كده اعمل ايه عشان ارسم انفلونس لاين الشير بتاع سيكشن ام؟ يبقى انا همشي الواحد طن من اول سبورت A لغايه سبورت M، وبعدين احسب من الناحيه الثانيه يطلع ماينس واي سي. خد بالك ان الواي سي بدات تظهر معاك هنا، يبقى ايه المفروض ان هي ايه نص، بس هي مضروبه في سالب تبقى ماينس نص. وبعدين امشي الواحد طن من بعد سيكشن ام لغايه اخر السبورت، المفروض يبقى ايه اخد النص دي بالبوزيتيف بتاعي. بعد كده برضو عايز ارسم سيكشن ام المومنت بتاعه، يبقى اقف هنا كده واحسب انفلونس لاين، امشي الواحد طن من اول هنا لغايه سيكشن ام، وبعدين اضرب في مسافه يبقى 2 واي سي، اللي هي يعني انا مشيت الواحد طن من هنا كده لغايه
سيكشن ام، وبعدين احسب من الناحيه الثانيه هنا كده كان في واي سي، المسافه دي كانت 2 يبقى 2 واي سي، يبقى الجزء ده ارسم فيه 2 واي سي يطلع 1 طن، 2 في نص. ونفس الكلام برضو لما امشي 1 طن من هنا لغايه اخر السبورت هنا اهو، من هنا كده لغايه اخر سبورت، واحسب من الناحيه الثانيه يبقى المفروض 2 في الانفلونس لاين واي اللي هو نص، يبقى 2 في نص برضو بواحد. يبقى انا رسمت كل الانفلونس لاين اللي كانت مطلوبه اللي هي انفلونس لاين رياكشنز وانفلونس لاين لجميع السكاشن اللي هي كان معلم عليها في المساله. اتمنى تكونوا فهمتوا فكره الشال والمتشال، ان هي اولا واخيرا كل جزء شايل لازم يكون ستيبل، هو شايل فوقيه جزء متشال برضو يكون ستيبل. ارسمه بره كده لوحده عشان تتخيل الموضوع، تمام. دلوقتي انا خلصت كده الانفلونس لاين او المساله انا كنت عايز احلها، اخش دلوقتي على المساله بتاعه التانك. بس قبل ما اخش كان في نوت كده لازم تكون عارفها كويس عشان دي دايما بتيجي في الامتحانات. لما يبقى عندك كاميرا بالمنظر ده كده، عندك 2 انترميديت هنج ورا بعض. لما تلاقي 2 انترميديت هنج ورا بعض وطالب انفلونس لاين سيكشن ان اللي هو كده كان فين بين الانترميديت هنج، وكان كمان طالب سيكشن ام، خد بالك انت بعد ما تفصل لازم ترسم انفلونس لاين للجزء اللي هو المتشال ده لوحده. يعني ايه؟ هو سهل طبعا، سيمبل بيم ترسمه مثلثين هنا وهنا عند الاي والبي، بس لازم ترسمه عشان هتحتاجه جدا في رسم الانفلونس لاين فور سيكشن ان وام. كده انا خلصت الانفلونس لاين اللي انا كنت عايز اقوله. دلوقتي اخش بقى على مساله التانك. المسافه دي كانت 12 عشان بس نبقى عارفين كده، المسافه دي كده 12. كان ده كده سيركولار تانك. يعني ايه سيركولار تانك؟ يعني المفروض انت تشوفه الحقيقه، ده طبعا ده شفته كتير، الحته اللي انت شايفها دي انت راسمها، انا راسمها مستطيل لانها اليفيجن خلاص، انما هي اصلا في الحقيقه لو رسمتها بلان هتلاقي ايه؟ تلاقيها دايره، هو ده السيركولار تانك، تمام. بيقول لك بقى ان انا عندي دلوقتي رياح مأثره على التانك ده، وفي فويد، الجزء ده فويد، وبعدين في بيس كده، بيس خرسانه 16 متر، والجزء ده خد بالك سويل. عايز افهمك حاجه قبل ما ابدا في المساله، التهشير بتاع كل جزء لازم تكون عارفه لوحدك، حتى لو هو ادولك في المساله دلوقتي في سنه اولى، يا ريت برضو تتعلم من دلوقتي كده ان كل تهشير وبايه ان هو بيشير لاي حاجه ثانيه. كل الهاتش ده كده بيندكيت لحاجات مختلفه. يعني الهاتش اللي انت شايفه ده انديكيشن للايه؟ للووتر. طبعا الكلام ده انت اتهريته فيه في الايه؟ في الفلويد. يا رب تعدوا منه على خير. تمام؟ الهاتش بتاع الووتر بيبقى بالمنظر ده. طيب الهاتش اللي انت شايفه ده اللي هو بيبقى عامل كده، ده ايه؟ ده كونكريت. يعني ايه كونكريت؟ خرسانه. خلاص؟ يبقى كل هاتش بيرمز لحاجه. طيب الهاتش ده طبعا انتوا ما خدتوش سويل لسه ولا خدتوها مش فاكر بصراحه، تاخدوها في ثانيه تقريبا. الهاتش ده بيشير للايه؟ للسويل. سويل يعني ايه؟ يعني التربه، الارض اللي انا بحفر فيها عشان اعمل المبنى بتاعي وبعدين اردم الجزء ده كده، فالجزء ده اسمه ايه؟ ردم. يعني انا بعد ما حفرت الجزء ده كله وحطيت وعملت البيز دي كده خلاص انشاتها، وبعدين طلعت بالجزء ده كده، رحت رادم الجزء ده كده من السويل، ردمته فوق البيز. يعني الجزء ده كده في ايه؟ لود هنا كده، في لود هنا كده من الايه؟ من الردم ده. يبقى ايه؟ انا عايز اعرف او خليك تعرف ان الهاتش ده بتاع الووتر، والهاتش ده بتاع كونكريت، والهاتش ده بتاع الايه؟ بتاع السويل، تمام. مديك طبعا ايه؟ ويند بريشر 200 كيلو جرام على المتر مربع. طبعا ممكن يكتب لك بدل بريشر دي ممكن يكتب لك ايه؟ انتنستي. خلاص؟ خلاص انتنستي. انتنستي دي برضو بتساوي كلمة بريشر. أو عايز أقول لك دايما يعرف الحاجة من اليونتس بتاعتها. يعني إيه؟ يعني أنا عندي هنا الويند كيلوجرام على المتر مربع. متر مربع يعني هو دلوقتي ستريس. خد بالك لو أنت كنت اتفرجت على الفيديو بتاع النورمال ستريس اللي أنا عامله القديم، تمام؟ هتلاقي كلمة ستريس أنا دايما بفرقها لك بين إيه؟ في أول فيديو كده بقول لك لازم تعرف الفرق بين الستريس والإيه؟
والفورس كيلو جرام لوحده كده يعني فورس على المتر مربع، يعني كل فورس قسمها على متر مربع، يعني كل متر مربع من اللي انت شايفه ده بيأثر عليه 200 كيلو جرام رياح. خلاص ده كده ايه، ده كده ستريس. ماشي، بعد كده مديك بقى الجامات، الجاما ار سي ب 2.5، الجاما ووتر ب1، ومديك جاما سويل بالايه ب2. عايزك تحفظ دايما حتى لو ما ادالكش، جاما ار سي ب2.5، الجاما ووتر ب1. خد بالك من اليونتس، خد بالك من اليونتس، 2.5 لازم تكون طن في المتر المكعب، لان لو انا هي كانت شغال مثلا بوحدات كيلو نيوتن بتبقى 25، خد بالك. وهكذا برضو في الجاما ووتر، هي مش دايما بواحد، ممكن تكون ب 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، خد بالك من اليونتس. والايه والجاما سويل ب2، لا مش لازم تحفظها لانها ساعات بتبقى 1.8 وهكذا، فهو هيديهالك. طيب جميل، انا خرجت بره الموضوع شويه بس هنرجع تاني للمساله. هي سيركلر تانك مأثر عليها رياح، مأثر عليها سويل، وعايز احسب عند سيكشن A وسيكشن B، عايز احسب له ستريننج اكشن، وعايز ادرو ايه، عايز ارسم نورمال ستريس ديستريبيوشن بتاع كل سيكشن. طيب نبدا في الحل ازاي. لو حد مش متخيل الرسمه اللي قدامك، فهي زي ما انت شايف اهو في ال 3 دي، مديك اي اللي فوق ده كده تانك مدور، يعني هو اسطوانه كبيره مفرغه من النص، خد بالك مفرغه من النص ليه؟ اكيد هحط جوه التانك ده حاجه، فانا هحط جوه كده ايه ميه، وطبعا زي ما انت شايف في سيكنس للخرسانه، في كده سيكنس اهو خلاص، وهنا كده في ووتر جوه، وبعدين نازل على عمود كده اسطواني برده نفس الكلام لسيكنس اهو، خد بالك لسيكنس اهو، وبرده من جوه ايه، انا كاتب لك اهو، كاتب لك ان هو من جوه فويد، مفيش حاجه جوه يعني، تمام. وايه تاني؟ مقصر بقى شويه سويل اللي هم كانوا ردم زي ما قلت لك، دول كده ايه ردم، وبعدين البيز اللي هي كانت مدوره تحت، اللي هي البيز دي اللي هي متر ونص في 16 ايه 16 متر، طبعا هي مش مستطيل، هي مدوره، خد بالك كل حاجه هنا مدوره. ماشي، نبدا بقى ازاي. بقول لك اول خطوه في الحساب بتاع التنكات او اي ستريننج اكشن او اي حاجه عموما في الجزء ده، لازم يعمل ايه، لازم نجيب كل الويتس اللي هي مقصره عندي. طيب ابر تانك بالنسبه لي اللي هو الجزء اللي فوق ده، اللي هو الاسطوانه الكبيره الكبيره دي، اي ويت هنسميها ويت واحد، اي ويت في الدنيا هو فوليوم في جاما، احفظ كده، اي ويت في الدنيا بتساوي فوليوم في جاما، خلاص. طيب الويت بالنسبه لي هنا بتاع التانك هو ويت خرسانه، فيبقى فوليوم خرسانه في جاما خرسانه. طيب افتكر يا باشمهندس عشان ما تنساش، فوليوم بتاع اسطوانه، ايه الفوليوم بتاع الاسطوانه؟ هو مساحه دايره في ارتفاع اسطوانه، مساحه دايره في ايه؟ في ارتفاع اسطوانه. خلينا نرجع للفيجن عشان عليه الابعاد. دلوقتي انا عندي ايه؟ دلوقتي انا عندي التانك اللي فوق ده 12 متر، 12 متر، والجزء اللي تحت ده 6 متر. طيب خلينا في التانك اللي فوق 12 متر ده وارتفاع 6 متر، بس خد بالك ان في سيكنس نص متر كده بتاع الكونكريت، خلاص؟ ماشي، يبقى باي في 12 سكوير على 4 في الارتفاع اللي هو 6، هنقص منه الايه؟ الفوليوم بتاع الايه؟ الجزء الفاضي اللي هو انا احط مكانه الميه، يبقى باي 12 سكوير على 4 في 6 ناقص باي 11 سكوير على 4 في 5.5. جت منين 5.5 يا باشمهندس؟ الجزء ده الارتفاع ده كده 5.5، لانه 6 ماينس نص يبقى كام؟ 5.5. طيب جميل، كل ده كده فوليوم مضروب في ايه؟ مضروب في جاما اللي هي 2.5، تطلع الرقم 389.75. بعد كده احسب بقى ايه؟ وزن الميه، وزن الميه برده نفس الكلام، فوليوم في جاما، بس خد بالك دي ميه، يبقى فوليوم ووتر في جاما ووتر. ها فوليوم ووتر بكام؟ الجزء ده كده المساحه في الارتفاع في جاما. طيب جميل، يبقى باي 11 سكوير على 4 في 5.5 في جاما ووتر بكام؟ ب1، يطلع 522.68. نفس الكلام بقى هنعمله للور وول، الجزء اللي تحت ده كده اللي هو هيبان في الاليفيجن السيكنس ده كده، انا عايز اجيب الفوليوم بتاعه اضربه في الجاما اللي هي جاما خرسانه، اجيب وزنه. طبعا مفيش ايه؟ خد بالك ان هنا في فويد، فطبعا الفويد ملوش ايه؟ ملوش وزن. فعشان كده خد بالك انا بطرح الجزء بتاعه،
يعني باي في 6 سكوير على 4 في 10 ماينس باي في 5 و4 سكوير على 4 في 10 معناه ايه؟ معناه انا باخد الجزء بتاع السكنس بس 6 متر ده الديامتر هطرح منه الايه؟ الجزء الفويد ده اللي المفروض ملوش وزن زي ما قلنا 6 ماينس 3 من 10 و3 من 10 يطلع كام؟ 5 و4 من 10 هو ده اللي انا عملته هنا، خد بالك ضربت في جامعة ايه؟ خرسان يطلع 134.3 طن. بعد كده انا عايز اجيب الويت بتاع ايه؟ بتاع السويل، بقول لك ويت اوف سويل ذات افكت اون بيز. يعني ايه؟ يعني بقول لك في الاخر انا عايز اجيب وزن الردم ده، شايف الجزء اللي هو بهشره ده؟ شايف الجزء ده كده؟ مش في سويل مقصره على الحته دي من البيز؟ نفس الكلام اهو، مش في سويل نفس الكلام مقصره على الحته دي من الايه؟ من البيز؟ يعني في وزن، انا عايز اجيب الوزن ده، الوزن ده عباره عن ايه بقى؟ فوليوم بيتساوي ويت بتساوي فوليوم في الايه؟ في الجام. طيب جميل، يبقى باي في 16 سكوير على 4 ماينس باي في 6 سكوير على 4 ده ايه ده؟ ده مساحه، ايه ده يا باشمهندس جبتها ازاي؟ خد بالك هيبان في 3 دي اكتر. انا دلوقتي ده كده اللي فوق ده اللي هو منقط ده السويل. طيب الدايمتر بتاعته كام؟ كلها 16 بس في جزء في النص كده فويد طبعا ملوش وزن او مفيش اصلا ردم سويل هنا، فبعمل ايه؟ هطرح كمان الدايمتر الجزء ده. يبقى ايه؟ 16 ماينس 6 ده كده ايه؟ الجزء بس اللي هو بره. يعني عايز اجيب الدايمتر اللي بره بس. هو ده اللي انا عملته هنا. يبقى باي في 16 سكوير على 4 ماينس باي في 6 سكوير على 4 في الايه؟ في الجاما. جاما سويل مدالك ب 2 او سوري في الايه؟ ده فوليوم عباره عن مساحه في اتش في جاما. ده كده الايه؟ الجاما. خلاص؟ يطلع كام؟ 691 بوينت ايه؟ 15 طن. اخر حاجه وزن الايه؟ البيز نفسها الوزن القاعده دي المدوره دي، يبقى باي في 16 سكوير على 4 في كام؟ في الارتفاع بتاعها متر ونص. كل ده في جاما ايه؟ طبعا جاما خرسان. في جاما خرسان يطلع 753.98 ايه؟ طن. كده انا خلصت اول خطوه في المساله اللي هي ازاي اعرف اجيب الويت. طبعا دي اهم ايه؟ اهم خطوه. لو جبت الويتس غلط يبقى كل اللي جاي ايه؟ كل اللي جاي غلط. خطوه رقم 2 ودي مهمه جدا وما تكسلش انك تعملها، ارسم شكل المساله ووضح عليها كل القوى المؤثره. ليه يا باشمهندس؟ يعني انا يا باشمهندس هتجيبها بمجرد النظر ومش محتاج ارسم قدامي. معلش ارسمها قدامك عشان تبين بالنسبه لك الابعاد ايه. خلاص عشان ما تتلخبطش. طيب رقم 1 انا عندي رياح هنا هو مديك الانتنستي بتاعتها، فانا هعمل ايه؟ هضرب الانتنستي بتاعتها اللي هي كانت 200 كيلو جرام على المتر المربع. انا بشتغل كل الوحدات بتاعتي هنا في المساله كانت طن، فحولت الكيلو جرام لطن قسمته على 1000 يعني اللي هو كده 0.2 في الاريا المقابله للرياح. خد بالك الرياح دايما بتعمل ايه؟ بتاثر على الواجهه اللي ايه؟ اللي جاي عليها. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني دلوقتي ال 200 كيلو جرام على المتر المربع دول هضربهم في المساحه اللي ايه؟ بتواجه الرياح. خلاص؟ ايه المساحه اللي بتواجه الرياح بقى؟ 12 في الايه؟ في 6 اللي هو الايه؟ المستطيل اللي انت شايفه ده. طيب كويس. ايه كمان؟ طب كده طبعا بيساوي ايه؟ بيساوي 14 و4 من 10 طن. نفس الكلام هعمله الاف 2، طبعا الجزء ده خد بالك انا رسمه بس غلط. انا المسال او المستطيل ده كده اخره هنا. المستطيل اخره هنا. مفيش رياح يا باشمهندس هتاثر تحت الارض. مفيش الكلام ده. انا بقول لك ان هنا كده في سويل. يعني ايه؟ يعني هنا كده الجزء ده كده اندر جراوند. الاليفيتد اللي هو الجزء اللي فوق السويل بس اللي بيأثر على الرياح. طيب يبقى الاف 2 اللي هي السهم ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن 200 كيلو جرام على 1000 مضروبه في الحته المقابله ليها اللي هي كام بقى؟ اللي هي نرجع كده للمساله اللي هي كانت كام؟ 8 متر. خد بالك 8 متر لغايه السويل لغايه الايه؟ فوق السويل بس. يبقى 8 متر في الجزء الثاني اللي هو كام؟ اللي هو 6. يبقى 6 في 8 في 0.2 طلع 9 و9 9 و6 من 10 ايه؟ طن. خد بالك بقى ودي موجوده في احد الملازم، هو مش جايب اصلا تاثير السويل على الايه؟ الجزء الاندر جراوند ده، يعني هو اصلا اهمل جزء السويل ده خالص. يمكن هو اهمله عشان الجزء او الفرصه صغيره بس احنا مش هنهمله لانه لازم نفهمه. جزء السويل ده دايما بيعمل حاجه بالمنظر ده. خلينا نفهمكم حته كده الاول قبل ما نشرح الحته دي. لو انا عندي كده تانك
مستطيل بالمنظر ده. عندي ميه، الارتفاع ده اتش، الارتفاع ده ايه؟ اتش. خلاص؟ الميه دي بتأثر ازاي او بتاع ايه اللود بتاعها على الحيطه بتاعت التانك؟ بقول لك ان انا بيعمل شكل مثلث بالمنظر ده كده. ايه المثلث ده يا باشمهندس؟ هو هنا فوق، هنا في اول التانك في ميه؟ لا مفيش ميه. طب كل ما بنزل مش ضغط الميه بيزيد على الحيطه؟ اه صح. طب هو الضغط بيساوي ايه؟ الضغط بيساوي جاما في اتش، جاما في اتش. خلاص؟ نرجع بقى للكلام ده هنا تاني. السويل، هل عند النقطه اللي فوق خالص في سويل؟ اللي هي على وش الارض يعني، في سويل؟ مفيش. طب بس كل ما بنزل ضغط السويل بيزيد، اللي هو بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جاما في اتش، في حاجه اسمها كي ايه. كي ايه ده انا بقول لك ان هو معامل بيحول الفورس او بيحول كل الضغط الراسي الى ضغط جانبي. لا مش فاهم يا باشمهندس. دلوقتي انا عندي حته كده، خلاص؟ عايز اجيب، عندي فيرتيكال لود كده، ده كده فيرتيكال لود، خلاص؟ لو انا عايز اجيب الضغط قلت ايه؟ جاما في اتش، خلاص؟ طيب انا عايز اجيب الفورس دي، الفورس دي ازاي؟ ها؟ ازاي؟ هي نص القاعدة اللي هي جاما ووتر في اتش، خلاص؟ نص في جاما ووتر في اتش، في الايه؟ في الارتفاع اللي هو اتش، عشان بس انا هنا نسيت وما حسبتش الفورس. خد بالك هنا كده كان في اتش اهو، خلاص؟ الفورس بيساوي ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. القاعده بتاعتي ايه؟ جاما اتش، والارتفاع اتش، يبقى نص جاما اتش في اتش. خد بالك لان كده الفورس انا حاسبها غلط. خلاص؟ تاني، يبقى نص اللي انا جايبه ده جاما اتش هو الضغط، ضربتها في كي ايه ونسيت اضرب في نص القاعده في الارتفاع. هي غلطه اهي، بس عشان السرعه اللي انا عملتها دلوقتي عشان اجهز لكم الحاجه بسرعه، سوري يعني. خلاص؟ دلوقتي يبقى نص القاعده في الارتفاع جاب فورس، يبقى الفورس دي بس كده، الارقام دي بس كده ايه؟ غلط. ماشي؟ طبعا هنكمل عليها قدام، مش مشكله، ارقام هتعرفوها، هتعرفوا تحلوا نفسكم، المهم تفهموا الكونسبت نفسه. جميل. يبقى انا الفكره كلها ان انا ارسم الشكل قدامي، اوضح ليه كل القوى المؤثره، واوضح عليه الارتفاع او الايه او الفرق المنسوب بين نقطه تاثير الفورس لغايه السكشن اللي انا بحسب عنده. هيجي دلوقتي الكلام ده وهتعرفوا ليه انا بعمل الكلام ده. طيب خطوه رقم 3، انا بمسك كل سكشن وبجيب روبرتس اوف اريا وبحسب ستريننج اكشن وبرسم نورمال ستريس ديستريبيوشن. طيب فانا بقول لك دلوقتي انا مسكت سكشن ايه، فين سكشن ايه يا باشمهندس؟ اهو نرجع كده، سكشن ايه اهو. خلاص؟ سكشن ايه ده يا باشمهندس مؤثر عليه ايه؟ مؤثر عليه ادي كده الرسمه بتاعتي، خد بالك ان هو سيركولر طبعا. ادي محاور اكس وواي، بقول لك ان هو مؤثر عليه نورمال ضغط بتساوي دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3. ايه دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3 ده يا باشمهندس؟ خد بالك اهو، الدبليو 1 كان الابر تانك، والدبليو 2 كان الووتر، والدبليو 3 كان الايه؟ اللور وولز اللي هو العمدان السيركولر اللي هو كان اللي هو ده كده، الوول ده كده. طيب جميل. دلوقتي ده كده النورمال، يبقى انا جبت الايه؟ النورمال كومبريشن طلع ب 1046.73 طن. طيب هل مأثر حاجه في الكيو واي؟ يعني مأثر حاجه كده في اتجاه واي؟ لا يا باشمهندس، كل حاجه مأثره ايه؟ في اتجاه اكس، فبتعمل لك شير في اتجاه اكس بس، اف 1 واف 2 واف ايه؟ واف 4. ايه اف 4 دي يا باشمهندس؟ خد بالك كده، انا كنت راسم هنا اف 4 اللي هي انا قسمت ارتفاع السويل لارتفاعين، ارتفاع اسمه 3.5 ده كده 3.5، وارتفاع صغير كان اسمه مترين. ايه ده يا باشمهندس مش فاهم؟ ارجع كده للمساله تاني. دلوقتي السويل كل ده كده كان سويل، خلاص؟ كل ده كده كان سويل، في ارتفاعين مترين ومتر ونص، يعني 3.5، يعني الجزء ده كده اللي مأثر لغايه عند سيكشن ايه هم مترين بس، صح كده؟ طب اللي مأثر عند سيكشن بي هو 3.5 متر، صح كده ولا ايه؟ تمام. يبقى اف 4 دي خد بالك
هي عند ارتفاع ايه؟ الاتش دي بكام؟ ب2 متر بس. ماشي. يبقى اف 4 طبعا 4 3 طبعا ايه؟ مش مظبوط. هيطلع رقم ما هنا اللي هو كيو اكس اف 1 واف 2 خد بالك بس مش اف 3 هي اف ايه؟ اف 4. جميل جدا. هو طبعا باين ان انا قعدت اغلط غلطات كتير في السرعه اللي انا كنت بجهز لكم فيها الحاجه، ما علينا. مومنت اكس طبعا ما فيش اي مومنت بيأثر في ايه؟ في اتجاه اكس. ليه يا باشمهندس؟ هو في اي لود في كده اي لود في اتجاه واي؟ مفيش، ما احنا قلنا كيو واي بكام؟ بصفر، يبقى اكيد مفيش ايه؟ مفيش مومنت اباوت محور اكس، صح كده ولا ايه؟ تمام. المومنت بقى اباوت واي، هل في كيو اكس؟ اه طبعا في كيو اكس، يبقى اضربها في كل فورس في كل مسافتها اجيب المومنت بتاع ام واي. عرفت بقى انا ليه كنت برسم الشكل وباين عليه المسافات بتاعته؟ شايف المسافات دي كده؟ جبتها منين؟ ادي الرسمه، ادي نقطه تاثير الفورس. بتبعد قد ايه عن سيكشن ايه؟ كانت المسافه دي كلها كانت 6 صح كده؟ وقلنا ان الفورس بتاعت الرياح على الجزء ده بيأثر في نصه، يبقى هنا كده في 3، والجزء ده كده كان 8 متر زائد 2 اهو كده. ادي المساله من اصلها 6 نصها 3 و8 و2 يبقى كام؟ 13، يبقى الجزء ده كده كام؟ 13 متر. جميل. يبقى دي كده عرفنا جبنا ازاي؟ اف 2 بيساوي ايه بقى؟ خد بالك، اف 2 دي بتأثر في نص ايه بقى؟ اف 2 دي بتأثر في نص ال 8، خد بالك، عشان كده بقول لك الرياح يا باشمهندس ما بتأثرش في الحاجة اللي تحت الأرض، يعني إيه؟ يعني الفورس دي كده مأثرة في نص ال 8، نص المسافة دي بس. بكام؟ بأربعة. خد بالك أنا بقى عايز أبعد عن سيكشن إيه بكام بقى؟ يبقى دي كده 4 زائد الاتنين دول 2 متر دي يبقى كام بقى؟ يبقى 6 متر. الناس بتغلط وتعملها ازاي؟ تقول لك نص المسافة كلها 10 متر نصها 5 يبقى المسافة بقت 5 متر. خد بالك بقى. طيب جميل. الإف 4 بتبعد قد إيه عن سيكشن إيه؟ خد بالك بقى الإف 4 دي بتبعد مسافة تلت ارتفاع المثلث. فاكر لما كنت بقول لك لو عندي كاميرا بالمنظر ده في الترم الاول الكلام ده بقى، بقول لك انا عندي مثلث كده، مثلث لود بالمنظر ده بدبليو طن على المتر ايه؟ متر رن. عايز اجيب الفورس او عايز احول الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود، كنت بعمل ايه؟ بقول لك هو بيأثر في التلت من ناحيه القاعده والتلتين من ناحيه الايه؟ من ناحيه الراس. هو ده بالظبط نفس المثلث، بس بدل ما هو ايه؟ نايم كده، لا هو واقف على حيله بالمنظر ده. خلاص؟ فهو بيبعد ايه؟ مسافه تلت من ناحيه القاعده. ماشي؟ يبقى تلت الايه؟ تلت الاتنين متر. طبعا دي برضو ايه؟ مفيش اف ايه؟ مفيش الاف دي. خلاص؟ بتساوي كام بقى في الاخر؟ بتساوي طبعا رقم مختلف عن الرقم ده، لان احنا قلنا ايه؟ ان اف 4 انا كنت جايبها غلط. ما علينا. مومنت تورشن، طبعا هنا مفيش تورشنال مومنت. ليه؟ لان كل الفرصه اصلا بتاثر في السي جي. هل في كده مومنت تورشن؟ لا اكيد يا باشمهندس مفيش مومنت ايه؟ مفيش مومنت تورشن. جميل جدا. كده سيكشن ايه؟ جبنا له ستريننج اكشن. طيب افتكر معايا لازم نجيب ايه كمان؟ نجيب بروبرتي اوف سيكشن. ايه البروبرتي اوف سيكشن يا باشمهندس؟ عندي هولو سيكشن بالمنظر ده، عايز اجيب الاريا. خد بالك ان الجزء اللي في اللي جوه ده فويد، فما يهمنيش في حاجه. يبقى انا عايز اجيب الاريا بتاعت الخرسانه بس، يبقى باي على 4 في الدايمتر اللي هو كان 6 متر ماينس الدايمتر اللي جوه اللي كان كام؟ 5.4 تربيع تربيع يطلع في الاخر 5.37 متر مربع. عايز اجيب ايه؟ المفروض اجيب انرشيا اكس واجيب انرشيا واي، صح كده؟ انا جبت انرشيا واي بس. ليه يا باشمهندس؟ هو في اصلا مومنت اكس؟ لا مفيش، ده مومنت اكس بيساوي زيرو. طب ما انا يا باشمهندس احتاج للانرشيا اكس، وانا احسب على الفاضي؟ لا مش هحسبها خلاص، انا عندي مومنت واي، يبقى احسب ايه؟ احسب اي واي. خلاص؟ طبعا ايه؟ باي دي سكوير على 64، بس طبعا الدايمتر هنا الخرسانه ماينس الايه؟ ماينس الفولت. جميل. خش في المعادله المفروض تكون حافظها طبعا. دي المعادله العامه بتاعت النورمال ستريس. ستريس بيساوي موجب او سالب نورمال على الايه؟ موجب او سالب مومنت اكس في واي على اي اكس، موجب او سالب مومنت واي في اكس على اي واي. خد بالك انا ليه ما حسبتش الايه؟ ما حسبتش اي اكس ليه؟ لان انا ما عنديش اصلا ام اكس. يعني الترم ده كده ايه؟
مش معانا اصلا في المساله هنا، او مش معانا في السكشن ده، لان السكشن ده عليه مومنت واي بس. طيب خلاص انا عندي بقى النورمال وعندي الاريا وعندي المومنت واي وعندي ايه الانرشيا اباوت واي وعندي المسافه اكس هي ايه؟ هي مسافه من هنا لغايه هنا. ليه يا باشمهندس؟ هي ايه اكس دي؟ اكس دي بتساوي نص السكشن، نص السكشن، يبقى 5 و4 على ايه؟ على 2. جميل، يطلع الايه؟ النورمال او الايه؟ او النورمال ستريس عند ايه؟ عند نقطه ايه؟ جميل، حلو جدا. طيب نورمال ستريس عند سي، عند نقطه بي اللي هي النقطه دي، نفس الكلام. بس خد بالك انا هنا كده في المومنت هنا بوزيتيف، المومنت هنا نيجاتيف. ليه يا باشمهندس بقى؟ المومنت هنا ضغط يبقى نيجاتيف، المومنت هنا ايه؟ شد يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف. يبقى عشان كده انا عوضت هنا نيجاتيف وعوضت هنا ايه؟ بوزيتيف. طلع الارقام اللي قدامك دي طبعا هي برده فيها مشكله عشان الحساب بتاع اف 4 برده ما علينا. بما ان في مومنت اباوت واي يبقى انا هحسب حاجه اسمها ايه؟ اكس انتجر. خد بالك لو كان في ام اكس كنت احسب ايه كمان؟ كنت احسب، لازم احسب ايه؟ واي انتجر، صح ولا ايه؟ تمام. ايه الاكس انتجر والواي انتجر دي؟ دي بعد النورمال او النيوترال اكسس، بعد النيوترال اكسس عن السي جي. ادي السي جي بتاع الايه؟ بتاع السكشن، وادي النيوترال اكسس. المفروض اقيس ايه؟ اقيس اكس انتجر. طب يا باشمهندس انا دلوقتي طلعت ايه؟ خد بالك بقى عشان الحته دي مهمه شويه. دلوقتي انا رسمت الاكس انتجر، مش عارف انا هرسمها يمين ولا شمال. ما تقلقش، ارسم الاول كده اف ايه واف بي. ارسمهم ازاي يا باشمهندس؟ ادي نقطه ايه هنا وادي نقطه بي هنا، زي ما انت كنت واخد هنا بالظبط في السكشن. انت جايب دلوقتي الاف ايه بماينس 225 اهو، والاف بي بكام؟ بماينس 164. يعني هما الاثنين ماينس، يعني هما الاثنين في نفس الاتجاه، بس اف اي اكبر من اف بي، صح كده ولا ايه؟ يبقى اكيد اكيد انت لازم تقيس اس اكس انتجر ناحيه الشمال، عشان اكيد النيوترال اكسس ناحيه الشمال. ليه اكيد؟ لان اكيد في الاخر ايه؟ احنا عارفين النيوترال اكسس اصلا هو زيرو ايه؟ زيرو ستريس. يعني لازم النقطه دي تكون بكام؟ بزيرو. طب هل هنا النقطه بزيرو؟ نقطه الاستريس هنا، هل الاستريس هنا بزيرو؟ لا مش بزيرو، ده انا لو قعدت ابعد كده هلاقي كل المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها ستريس عند النقطه دي. ده ليها قيمه، هي مش بزيرو يا باشمهندس، يبقى اكيد النيوترال اكسس ايه؟ مش هنا، اكيد النيوترال اكسس ناحيه الشمال. طب برسم ازاي يا باشمهندس الجزء بتاع الديتم ده؟ بقيس اكس انتجر في اتجاه اكس من ايه؟ من السي جي، ببعد عنه. ارسم ايه؟ نيوترال اكسس، وبعدين ارسم خط عمودي على النيوترال اكسس اسمه ايه؟ اسمه ديتم. الكلام ده انا قايله في الفيديو بتاع النورمال ستريس، لو عايز ترجع له يا ريت ترجع له. ماشي، رسمت خط كده عمودي على النيوترال اكسس اهو، وبعدين وقعت عليه اف اي واف بي بالمنظر اللي انت شايفه ده. خلاص كده رسمت ايه اهو. عايز ترسم بس الجزء بتاع الاف اي والاف اي بي بي بس، من غير ما ترسم النيوترال اكسس والديتم، صح؟ بس لا يفضل. ليه؟ عشان هتغلط، هتغلط. انا بقول لك اهو، مش هتبقى عارف الديتم ده، الخط ده مش عارف هو كده ولا كده مثلا. خلاص، فانت ترسم، ابعد الاول من ايه؟ من السي جي اكس انتجر، قيس نيوترال اكسس، بعدين ارسم خط عمودي على ايه؟ على النيوترال اكسس هو الديتا، وبعدين وقع عليه اف اي واف بي، وهو ده النورمال ستريس ايه؟ ديستريبيوشن. اللي مركزش معايا في سيكشن ايه يركز معايا في سيكشن بي. سيكشن بي ده فين يا باشمهندس؟ ده سيكشن في البيز اهو. طيب ايه اللي مؤثر عليه؟ كل اللودز اللي فوق مؤثر عليه في سيكشن بي، ده اخر نقطه خالص في الايه؟ في التانك، اكيد كل اللودز مؤثر عليه. خد كل الدبليوهات معاك. فانا بقول لك اهو، النورمال عند سيكشن بي هو اول ويتس، اول ويتس. خلاص طلع الرقم ده، وبعدين كيو اكس هو اف 1 واف 2 واف 3. ارجع كده وقول لي ايه اف 1 واف 2 واف 3؟ اف 1 هي الرياح على ابر تانك، اف 2 كانت الرياح على الجزء بتاع التانك من فوق ده، واف 3 اللي هي المثلث الاحمر الكبير ده بتاع السويل. خلاص جبت منه فورس، وخد بالك الفورس بتساوي ايه؟ نص القاعده في الارتفاع، نص القاعده في الارتفاع. والقاعده هي عباره عن جاما
في اتش خلاص، والارتفاع هو اتش، يبقى نص جاما اتش في اتش مضروبه في ايه؟ في كي ايه اللي هو اسمه ايه؟ معامل التحويل بين الفيرتيكال لودز الى هوريزونتال لودز. يبقى حول، يعني بحول كل فيرتيكال لود الى هوريزونتال لود. خلاص؟ نسبة اللود اللي جايه من الفيرتيكال ورايحه ايه؟ هوريزونتال. خلاص؟ الكلام ده هتفهمه اكتر في السؤال في ثانيه ان شاء الله. طيب جميل. جبت كيو اكس، كيو واي طبعا بزيرو لان مفيش اي فورس مؤثره في اتجاه واي، ام اكس بزيرو لان مفيش اي فورس مؤثره في اتجاه واي، ام واي بالارقام اللي انت شايفها دي طبعا انت خلاص عرفت كل فورس في مسافتها، ام زد مفيش اي فورس مؤثره بعيد عن السي جي، كل فورس مؤثره في السي جي، فاكيد مفيش تورشنال مومنت. خلاص؟ بعد كده بعد ما خلصت ستريننج اكشن اخش في البروبيرتيز اوف اريا، جبت اريا طبعا ده مش هولو سيكشن، البيز هي سيركلر، البيز سيركلر سيكشن، فالاريا طبعا هي ايه؟ باي دي سكول على 4، والاي واي هي باي دي سكول على 64، فطلع الارقام اللي انت شايفها دي. طيب بعد ما خلصت ستريننج اكشن وبروبيرتيز اوف سيكشن هجيب نورمال ستريسز اللي هي بقى ايه؟ نفس الكلام، التعويض في المعادله بتاعه الاستريسز، التعويض في المعادله بتاع الاستريسز طبعا عندك هنا ام اكس بزيرو، فانت عندك هتعوض بام واي بس والنورمال على الايه في المعادله دي طبعا اهي، هتعوض بالام واي في اكس على اي واي، وتعوض على كمان على ايه عن الان على الايه، فتجيب ستريس عند نقطه ايه ونقطه بي، نقطه ايه ونقطه بي تمام. بعد كده تجيب اكس انتجر بتاعتك، خد بالك لان انت عندك ايه ام واي برقم، عشان كده انت جبت ايه اكس انتجر، لو عندك ام اكس هتجيب واي انتجر. طبعا طالع معاك اكس انتجر ب 140 متر، اكيد انت مش هتقيس، اكيد انت مش هتقيس 140 متر على الورق، فلصعوبه رسمها ارسم الديتم وخلاص زي ما انت عارف اهو، اكيد الديتم هترسمه زي الرسمه بتاع السكشن ايه اللي فاتت، فانت عرفت بقى خلاص تمام. جميل جدا، اتمنى تكونوا فهمتوا الرسمه او المساله بتاعه التانك دي، لان هي بتبقى مهمه وكمان متوقعه شويه في الامتحانات لو هو عايز ينزل عليكم شويه ويجيب لكم حاجات ربط بين كذا درس مع بعض. الامتحان ان شاء الله في الامتحانات المعتاده يعني بيجيب لكم مساله انفلونس لاين بيم، مساله انفلونس لاين فريم، مساله انفلونس لاين تراس، كل مساله واحده، وبعدين بيجيب مساله بروبرتيز اوف اريا بس، بيور بروبرتيز اوف اريا. خد بالك بيجيب لك دايما في المساله دي ان انت تجيب اي يو واي في وتان سيتا، خد بالك انا فيديو، في فيديو انا عامله من اول المساله بروبرتيز اوف اريا لغايه ما ايه ما خلصت معاك ورسمت اي يو واي في والسيتا اللي بينهم، دي متوقعه في الامتحان او مش متوقعه، هي لازم تيجي، بيجيب لك كده مساله بروبرتيز اوف اريا من اولها لغايه اخرها، لغايه ما ترسم ايه محور يو ومحور في وترسم السيتا اللي بينهم. خلاص دايما بيجيب برده مساله ستريننج اكشن لوحدها، بيجيب لك مثلا دام سد كبير وبيجيب لك الاليفيجن بتاعه والبلان، ويقول لك خد لي سيكشن مثلا تحت او سيكشن في جزء ما، ويقول لك وضح لي عليه الستريننج اكشن. ممكن يعني يصعب الموضوع شويه ويجيب لك على نفس المساله بتاعت الدام دي يقول لك بقى ارسم لي كمان النورمال ستريس ديستريبيوشن بتاع كل سيكشن. طبعا ايا ما يعمل يعني او ايا ما يكون انتوا خلاص عرفتوا ازاي تعملوا الكلام ده، وانا اديتكم اهو مساله المفروض مغطيه كل الاجزاء اللي انتوا طلبتوها اللي هي الجزء بتاع الرياح والجزء كمان بتاع السويل اللي انتوا ما كنتوش فاهمينه. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا في الترم الاول والثاني في شرح الاستراكشر عموما. طلب طبعا يا ريت دعواتكم الكتير اللي انتوا اللي انا متعود عليها منكم، وجزانا الله خيرا وجزانا اياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.